تدافع عن حقوق النساء وبتطالب بحقوق النساء انها تدافع وتطالب عاليا وفورا بوقف هاي الحرب ضد النساء وضد الاطفال في قطاع غزه. ما في، عم نحكي مع بنقول بدنا الدول العربيه، بننزل بنقول بدنا الدول العربيه، الدول العربيه كلها مش واقفه معنا، بالعكس واقفه ضدنا. احنا اليوم بدنا نفعل ضد الامياتنا وخواتنا واسيراتنا واخواننا كلهم اللي بروحوا شهداء في هذه المجازر اللي احنا ضدها والحكي. هي فعالية تضامنية مع أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة الحبيب لما تتعرض له قطاع غزة، نساء وأطفال وشيوخ وكبار السن وحتى البيوت التي تستهدف في قطاع غزة والمساجد والمستشفيات. فإحنا هون اليوم إن شاء الله نتضامن معهم. صحيح هو إشي بسيط بس إن شاء الله إن شاء الله إنه توقف هاي الحرب. إحنا رسالتنا ومن نرفع صوتنا عالي إنه هاي المؤسسات والحقوقية والبتدافع عن حقوق النساء وبتطالب بحقوق النساء إنها تدافع وتطالب عاليا وفورا بوقف هاي الحرب ضد النساء وضد الأطفال في قطاع غزة. نحن اليوم جايين وقف نساند أهالينا في غزة والحبيبة ونقول لهم إنه إحنا معهم وقلوبنا معهم وإن شاء الله الفرج قريب إنه وإلهم. ما في، عم نحكي مع بنقول بدنا الدول العربية، بننزل بنقول بدنا الدول العربية، الدول العربية كلها مش واقفة معنا، بالعكس واقفة ضدنا. إحنا اليوم واقفين متضامنين مع المرأة ومع الأطفال ومع الجرحى في هذه المجازر اللي بتصير كل يوم. إحنا أكيد كلنا بنتألم وكلنا حاسين بالوضع اللي فيه واحنا ما بنقدر نعمل شيء لنقف متضامنين معهم. نتمنى من الدول العربيه والاجنبيه تتضامن وتقف مع غزه ومع المجازر اللي بصير في غزه. احنا اليوم بدنا نفعل ضد الامياتنا وخواتنا واسيراتنا واخواننا كلهم اللي بروحوا شهداء في هذه المجازر اللي احنا ضدها والحكي. احنا بنناشد كل الدول سواء عربيه اسلاميه اجنبيه انها تقف معنا في هذه المجازر وفي هذا الحرب اللي احنا كل يوم بنشهد نتألم موجودة بالمشاهد اللي بنشوفها يومياً.